إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله الرحمن على العرش استوى هذه الآية من سورة طه الرحمن اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ومعناه ذو الرحمة الواسعة لأنها جاءت على وزن فعلان وهذا الوزن في اللغة يدل على السعة والامتلاء كغضبان وسكران الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وهذا الاسم العظيم المبارك من أسماء الله الحسنى مشتق من صفة الرحمة والله تعالى موصوف بصفة الرحمة قال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمن على العرش استوى العرش من مخلوقات الله تعالى العظيمة بل قال بعض أهل العلم هو أعظم مخلوق أو من أعظم المخلوقات وهذا العرش تحمله الملائكة قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله وقال الله تبارك وتعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ونحن لا ندري ماهية هذا العرش ولا نعرف مادته بل ولا يجوز لنا أن نسأل عن هذه الأمور لأنه في علم الغيب والواجب علينا أن نؤمن بالغيب كما وردت به النصوص من غير أن ندخل عقولنا في هذه الغيبيات الرحمن على العرش استوى أي أن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته استواء لا يماثل استواء المخلوقين ك
كما قال العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال: وقد تقدم القول على مثل هذه الآية في سورة الأعراف، قال: والسبيل الذي يسلك في مثل هذه الصفات، قال: سبيل السلف، ألا وهو إمرار هذه الصفات على ما جاءت بها النصوص من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. واعلموا عباد الله أن الاستواء يأتي في اللغة العربية، وهي لغة القرآن، يأتي على أربعة أوجه. يأتي الاستواء في اللغة مقرونا بعلى، كما في هذه الآية: الرحمن على العرش استوى. وبعضهم يعبر معدا بعلى، وكما في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكما في قوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكما في قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. في سبع مواضع في القرآن ذكر الله تعالى فيها أنه استوى على العرش. فإذا جاء الاستواء معديا أو مقرونا بعلى، فللسلف فيه أقوال. فمنهم من قال: معناه أي علا على العرش علوا خاصا. وقالوا علوا خاصا لأن الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، والضابط في معرفة الصفات الفعلية أنها تكون مقرونة بالمشيئة أو بالسبب، بمعنى إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فالاستواء من الصفات الفعلية، لذلك قالوا على علوا خاصا، لأن العلو العام المطلق لله تعالى من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله تعالى موصوفا بها أزلا وأبدا. فالله عز وجل عال فوق كل مخلوقاته، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني، أن يأتي الاستواء مقرونا بإله، كما في قوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكما في قوله: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فللعلماء في هذا الوجه قولان: القول الأول أنهم يجعلون إلى بمعنى على، وهذا من باب التجوز في حروف الجر، وهذا أمر معلوم في اللغة، فيقولون: ثم استوى إلى السماء، أي استوى على السماء. وإلى هذا القول ذهب الإمام الطبري رحمه الله تعالى. والعرش في العلو، والله تعالى استوى على العرش. إذن استوى إلى السماء، أي استوى على السماء، أي على العرش، لأن العرش في السماء، والسماء هنا بمعنى العلو، ولا إشكال في ذلك. ولكن القول الثاني أصح، وهو ما ذهب إليه العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، أن إلى هنا على بابها المعلوم في اللغة. ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها،
قصدا تاما يليق بجلاله وعظمته، لأن هذا هو باب إلى الانتهاء، أي انتهاء الغاية، وهذا أمر معلوم في اللغة، وهذا كما يليق بالله تعالى، أي استوى إلى السماء، أي قصد إليها قصدا تاما كما يليق بجلاله وعظمته. الوجه الثالث أن يأتي استوى مقرونا بالواو، وهذا معناه التساوي أو المساواة، كقولهم استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء مع الخشبة، وهذا معلوم كذلك في اللغة. والوجه الرابع أن يأتي الاستواء مجردا من كل ما ذكر، وهذا معناه الكمال، معناه الكمال على حسبه، ومن ذلك قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. ومنه قول الناس استوى الطعام، أي كمل نضجه. فهذه مصارف هذه الكلمة في اللغة، واعلموا أن هذه الكلمة مادتها لا تدل على النقص أبدا، لأن مادتها من السين والواو والياء، فهي تدل على الكمال المطلق، كما في قوله تعالى الذي خلق فسوى، فهذه المادة لا تدل على النقص أبدا بأي وجه من الوجوه. الرحمن على العرش استوى، أي على العرش. والقول الثاني للسلف رحمهم الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. والقول الثالث أي صعد. والقول الرابع أي استقر. هذه أقوال السلف لمن تتبعها في كتبهم، وكلها تليق بالله تبارك وتعالى، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اعلموا عباد الله أن قوما ضلوا في هذه الصفات، وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم أصحاب الطرق في هذه البلاد وفي غيرها، يعتقدون عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وهي من أفسد العقائد، وهي للأسف الشديد منتشرة في بلادنا انتشارا عظيما. وهذه العقيدة قائمة على العقل وليست قائمة على النقل، فإنهم يقيسون أو يقيسون صفات الله تعالى بعقولهم الفاسدة، فإذا وافق النص عقلهم أخذوا به، وإذا خالف النص عقلهم تركوه. واعلموا عباد الله أن العقل الصريح لا ينافي نصوص الكتاب والسنة أبدا. لذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كتابه العظيم المعروف بالعقل والنقل، أو درء تعارض العقل والنقل. فالعقل إذا كان سليما من الأمراض والشبهات والشهوات، فإن النصوص لا تعارضه أصلا، وهذا أمر معلوم بالشرع وبالعقل، لأن الله تعالى خاطب الناس بعقولهم، كما في قول إبراهيم عليه السلام أفلا تعقلون، فعلم من ذلك أن النصوص
وأن الإيمان لا يعارض العقل الصحيح الصريح السليم إلا إذا كان فيه أمراضاً من الشبهات والشهوات. ضلوا في هذا الباب، قالوا لا نقول الرحمن على العرش استوى على ظاهره، أي على ظاهر هذه الآية، وهم لا ينكرون الآية في أصلها، لأنهم لو أنكروها لكفروا. هم يقرون أن هذه الآية وغيرها من كتاب الله عز وجل، ولكن نأخذ بظاهرها. لماذا؟ قالوا لأن ظاهرها يدل على النقص في حق الله تعالى، ويدل على تشبيه الله تعالى بالمخلوقات. قالوا لو قلنا الله استوى على العرش، قالوا لزم من ذلك أن الله تعالى محتاج للعرش، لأن العرش مخلوق، فهل تقولون إن الخالق محتاج إلى المخلوق؟ وقالوا لو قلنا الله تعالى استوى على العرش، للزم من ذلك أن الله تعالى جسم من الأجسام، استوى على جسم من الأجسام أي العرش على حسب زعمهم. وقالوا للزم من ذلك أن الله تعالى محدودا بحد، لأن العرش مخلوق وهو محدود، فهل أنتم تلتزمون بهذه اللوازم؟ أجاب علماؤنا عليهم رحمة الله، قالوا كل لازم يلزم من كلام الله تعالى ورسوله إن صح أن يكون لازما فهو حق ونحن نلتزم به، لكن انتبهوا لهذا الشرط، إن صح أن يكون لازما. فهذه اللوازم التي ذكروها نحن لا نلتزم بها على إطلاقها. فالسلف لا يقولون إن الله تعالى محتاج للعرش أبدا، ولا يلزم أن الله استوى على العرش، لا يلزم من ذلك أنه محتاج إلى العرش، لأن هذا لازم كفري ممتنع في حق الله تبارك وتعالى، فعلم من ذلك بطلانه. والسلف لا يقولون بالجسم ولا يقولون بالحد، أما إن قالوا نعني بذلك أن الله تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهو بائن من خلقه تبارك وتعالى، فنقول لهم هذا لازم حق ونحن نلتزم به ولا إشكال فيه. فلما ظنوا هذه الظنون الفاسدة في نصوص الكتاب والسنة، لجأوا لما يسمونه هم بالتأويل، وهو في حقيقة الأمر تحريف وتعطيل لنصوص الكتاب والسنة، لأن التأويل إذا كان بدليل فإنه يدخل في باب التفسير. قالوا نقول استوى أي استولى، استوى أي استولى، الرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى. أجاب العلماء بأن استوى هذه الكلمة لا تأتي في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا، وقد ذكرنا قبل قليل ذكرنا مصارف هذه الكلمة في اللغة العربية، لا تأتي بمعنى استولى أبدا، ولو قلنا استوى بمعنى استولى لزم على ذلك لوازم باطلة ما أظن أن الأشاعرة يلتزمون بها، وإلا لو التزموا لكفروا. أولا يلزم من ذلك أن العرش لم يكن لله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض،
كان لغير الله ثم استولى الله تعالى عليه. هل يلتزمون بهذا اللازم؟ لو التزموا لكفروا. ثم نقول لهم كلمة استولى لا تدل على الكمال المطلق أبدا ككلمة استوى. استولى أحيانا قد تدل على النقص، فإذا قلت إن فلانا استولى على المنطقة الفلانية ظلما وقهرا، فهنا استولى دلت على النقص. والقاعدة أن أي صفة فيها احتمال النقص بأي وجه من الوجوه فإننا لا نصف الله تعالى بها أبدا. هذه قاعدة مقررة شرعا وعقلا. ثم نقول لهم لو قلتم استوى بمعنى استولى لزم من ذلك أن الله استولى، أن الله استوى على الجبال وعلى الأشجار وعلى الحمير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله استولى على هذه المخلوقات لأنها في ولايته وملكه. فهل يلتزمون بهذا اللازم؟ ما أظنهم يلتزموا، لأن الآية الرحمن على العرش استوى فيها أسلوب الحصر بتقديم المعمول، أي أن الله ما استوى على شيء سوى العرش أبدا. فلو قالوا إن الله استوى على الجبال والأشجار كفروا. ثم نقول لهم قال تعالى عن نوح عليه السلام، أو قال لنوح عليه السلام فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهل يجوز لنا أن نقول فإذا استويت أي فإذا استوليت أنت ومن معك على الفلك؟ هل كان الفلك لغير نوح واستولى نوح على الفلك من غيره؟ أبدا، لأن القرآن دل على أن نوحا هو الذي صنع الفلك واصنع الفلك. فأين يذهب هؤلاء القوم بهذه العقول الفاسدة وجاءوا ببيت يظنون أن هذا البيت يسعفهم، وقالوا هذا دليل على أن الاستواء يأتي في اللغة العربية بمعنى الاستيلاء. قالوا قد استوى بشر على العراق من غير دم أو سيف مهراق، أي بشر بن مروان. قالوا استوى على العراق أي استولى على العراق. إذن استوى في اللغة العربية تأتي بمعنى استولى. نقول لهم كذبتم. أولا هذا البيت لا سند له، ولا يستطيعون أبدا أن يثبتوا هذا البيت لأحد من الناس، لا سند له. ثانيا هذا جائز في حق المخلوق، يجوز أن تقول إن بشرا استولى على العراق لأن العراق لم يكن لبشر من قبل، لكن هل العرش لم يكن لله من قبل؟ هل يلتزم بهذا الكلام؟ ما أظن. فدل ذلك على بطلان قولهم. فيجب علينا عباد الله أن نؤمن بهذه العقيدة، وهي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وما جاء حرف واحد عن أحد من الصحابة أنه قال إن استوى بمعنى استولى أبدا. ولما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة وكان يقرر عقيدة السلف، قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال خطير، ولا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يسأل عن صفات الله بكيف أبدا. لذلك طأطأ مالك رأسه حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه فقال يا هذا الاستواء معلوم لأنه دل عليه النص من القرآن، الاستواء معلوم والكيف غير معقول لا تدركه العقول لأن العقول قاصرة
عن إدراك ذات الله وصفات الله. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي بالاستواء. الإيمان به واجب لأنه من الإيمان بالله. والسؤال عنه بدعة، أي عن كيف استوى. ثم قال له: وما أراك إلا مبتدعا. فأمر مالك أن يخرج هذا الرجل من المسجد، فأخرجوه من المسجد لأنه يفسد العباد. أخرجوه من مسجد من؟ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفسد عقائد المسلمين، يفسد عقائد المسلمين. وإذا كان للمسلمين قوة وكلمة في المسجد، وجاء رجل ويقرر هذه العقائد الفاسدة، فإنه يجب عليهم أن يخرجوا من المسجد، طوال يشيلوا يدعوا برا. لكن إذا كانت لهم القوة والسلطة والمنعة في المسجد. فكلام مالك رحمه الله قاعدة في إثبات كل الصفات، أي صفات الله تبارك وتعالى. وهذا أمر معلوم بالفطرة. لذلك لما كان الجويني، وكان من أئمة هؤلاء، يسمى بإمام الحرمين، كان يقرر عقيدة الأشاعرة في دروسه وفي مجالسه. يقول: كان الله ولم يكن معه غيره، وهو الآن على ما كان. المسلم البسيط لما نسمع هذه الكلمات يظن أنها مدح لله، ولكن فيها ما فيها من الباطل والخبث. كان الله ولم يكن معه غيره، وهو الآن على ما كان، أي ليس مستويا على العرش، يريد هذا. فقام له الهمذاني وقال: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، لأنه معلوم بالنص. ما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة إلى العلو، فضرب على رأسه وقال: حيرني الهمذاني. أصلا بحيرك لأنه عقلك فاسد، شكذا بحيرك. قال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. أعلم عباد الله أن هؤلاء القوم لا عقول لهم، وعقولهم فاسدة، ولا تهتم بهذه الشائعات التي يأتوا بها في الإعلام وينفخ بعضهم بعضا. الإمام، الدكتور، الشيخ، العلم، العارف، وا 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 وا، كلها ألقاب كالماء تحت التبن إن صحت العبارة. فالواجب علينا أن نقرر هذه العقيدة وأن ننشر هذه العقيدة بين الناس. الرحمن على العرش استوى، الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا أطلت في هذه الخطبة وتعمدت هذه الإطالة حتى نبين للناس هذه العقائد، وهذا واجب علينا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.